مباشرة إلى الزميل مشاري رشيد ومعه المتسابقين جاهزين للدخول والمثول أمام لجنة التحكيم. يا مشاري من معك؟ حياك الله. جاهزين معنا المميز حمزة القرشي، حياك الله يا حمزة. الله يحييكم يا رب. شو أخبارك؟ الحمد لله. إن شاء الله تمام؟ إن شاء الله. كيف المزاج اليوم، رايقين ومجهزين؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. كم حافظ من القرآن يا حمزة؟ الحمد لله ختمت. ما شاء الله تبارك الله. وإيش خططك المستقبلية؟ أتمنى أن أنا أكون عالم أدعو الأمة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. طيب قول لي، سلف لي، كيف يعني يومك الروتيني؟ تصحى من الصباح بعدين؟ والله أصحى من الصباح، أروح المدرسة، أرجع أذاكر، بعدها أتغدى وأنام، بعدين أقوم على الحلقة وأحفظ هناك وأتسولف مع أصحابي، وكل يوم زي كذا إن شاء الله. الحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله الحمد لله. طيب وش تقول أصحابك اليوم اللي يتابعونك؟ إن الله يجزيهم خير على الدعاء، وأتمنى أنهم يصيروا زي إن شاء الله وأحسن إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. ومتحمس للظهور كمان من اللجنة اليوم؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. نقول لك يا حمزة، الحلبة بين يديك وموفق إن شاء الله. حمزة القرشي حمزة أحمد أحد المتسابقين المتميزين في هذه الحلقة. ثقته بنفسه كبيرة وهمته عالية، خاصة وأنه قد أتم حفظ القرآن الكريم في حلقة سعد بن خيثمة بالمدينة المنورة تابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة. تأهل حمزة البالغ من العمر 13 عاما بثلاثة أصوات من لجنة تحكيم التصفيات الأولية، ويطمح في الدقائق القادمة أن يواصل تميزه وإبداعه في تلاوة القرآن الكريم والتأهل ضمن أحد فرق معلمي مرحلة الأداء. حمزة الآن مستعد للأداء أمام اللجنة التي تبحث عن الأفضل أداء، فهل يكون واحدا منهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا،
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تفضل تفضل يا حمزة. أهلا وسهلا يا حمزة، حياك الله. طيب أبدأ مع الشيخ عبد الرحمن والشريف. أولا يا حمزة ما شاء الله تبارك الله كذا الجلسة كنت واثق من نفسك، يعني عجبتني طريقة جلستك، حتى الصوت كان خارج بأريحية يعني، لكن كان يجب أو من المفروض يعني أن تستفيد من هذه الجلسة وتخرج الصوت ب يعني تنوع في القراءة، توضح المعاني، يعني ما وظفت الأداة لتوضيح المعاني، خاصة أنك اخترت مكان فيه يعني مناقشة بين على أمر معين وفيه قول ورد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الراءات عندك تحتاج إلى ضبط من ناحية الترقيق والتفخيم، وهذه الأمور تحتاج إلى ضبط عندك، حتى المفخمة تفخيمها ضعيف والمرققة ترقيقها غير واضح، فكان الراء عندك في مجال معين يجب أن تركز عليه أكثر. النهاية في هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أنت كما بدأت كما انتهيت، يعني ما وضح للجنة أنك الآن في صدد الانتهاء من القراءة، إلا أنه أنك وقفت. الأمر الثاني أنك انتهيت من السورة، فوضح هل تحس منهم من أحد أو تسمعه لهم ركزة، يعني أنزل فيها حتى يتضح لنا أنك ستقف. وفقك الله يا حمزة. شكرا شيخ عبد الرحمن. شيخ صابر. الله يحفظك يا حمزة ويبارك فيك يا ولدي، تلاوتك جميلة وكانت فعلا سلسة، لكن كانت هادئة زود، يعني هادئة من أولها إلى آخرها. يمكن أحيانا كنت تنزل نزلات خفيفة، لكن ما استخدمت مهاراتك يا حمزة في الأداء. على سبيل المثال، لقد أحصاهم وعدهم عدا، في كان ينبغي في رفعة قوية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه ما تكون ضعيفة، هذه فيها إعلان قوي جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجعل لهم الرحمن ودا، كان ينبغي تغيير النغمة إلى نغمة فيها شوق وكذا. الختام كان مفاجئ زي ما قال الشيخ عبد الرحمن، الختام كان مفاجئ، كأنك بتكمل بعدها، يعني لو ما انتبه أحد يقول يمكن حمزة يكح أو أتاه عارض وبيكمل بعدها، واضح. لكن احنا ودها تكون هكذا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هكذا أو قريب من كده. شكرا شيخ صابر. شيخ يوسف. بارك الله فيك يا حمزة، المشايخ الكرام ما قصروا معك، أعطوك الساخن على قولهم، لكنهم كان يعني توجيههم جزاهم الله خير على الجانب الأدائي. أباخذ الجانب التجويدي، يعني في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن مفخم بين مرققين، كان حاولت أنك تفصل بينهم التاء خاء ذا، التاء مرققة والذال مرققة والخاء مفخمة، فكان الفصل بينهم. أيضا في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي قولها أيضا من قرن، لاحظت أنك أطبقت الشفه عند الإخفاء وعند تشديد النون. إن الذين، الصحيح إن الذين، من قرن، ما تقول من قرن، لا من قرن، ما لها علاقة الشفه نهائيا في هذا المخرج. وما شاء الله يعني المشايخ ما قصروا معك في الأداء، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في مراحل القادمة بإذن الله. شكرا للجنة التحكيم. الآن جاء وقت دقيقة الاختيار لحمزة القرشي. أمور تمام حمزة؟ معي عادي، تقدر تناظر فيني. أي كويس. طيب نبدأ دقيقة الاختيار، إن شاء الله بحول الله تعالى يكون حليفك أي ضوء أخضر يضيء من قبل اللجنة، أنه حياك الله يا مرحبا في فريقي، سواء الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ صابر أو الشيخ يوسف، وأنا متأكد أنهم هم مستعدين لاستقبالك، ما عندهم أي مشكلة. لكن للمعلومية، هم ينظرون للشباب الموجودين في فرقهم، هل في أحد يوازي مثلا موهبة حمزة أو أحسن منها أو أقل منها؟ فبهذا المعيار ترى اللجنة تختار. راح نصف الوقت وباقي النصف الثاني، أضف إليها المعايير الأساسية في التحكيم، القراءة، التلاوة، التجويد، حسن الأداء، الصوت، هذه أشياء أكيد أنها موجودة. باقي ربع دقيقة اللي هي 15 ثانية وأقل منها،
واحنا مع اللجنة انا وحمزة متوترين ننتظر والله، انا ما ودي صراحة يعني ثالث واحد يجي واللجنة ما تعطينا اي ضوء اخضر. شكرا شكرا يا حمزة، يعطيك العافية. نعافيك. موفق، الفرصة ما راحت، في فرصة إن شاء الله. شكرا يا حمزة.